مشروع حداثي، فيها مشروع تقليدي. ليش؟ في معناها تبعثوا أطياف متعددة كما في المشروع الحداثي. اليوم بدنا نجمع هالمشروع التقليدي الرجعي، هي مرجعية دينية. لا تملك القوى الحداثية مرجعية مشتركة في هذا. نقول طوميو، على بيميت طوميو، لأن اللي يحب يبني مجتمع ديمقراطي يلزم كذلك يحترم الاختلاف ويحترم التنوع. واليوم هذا شيء معناها موجود عندنا فيما أسميه أصحاب المشروع، ولكن لا يشكلون القوة إلى حد الآن، لا يشكلون. واعتقادي أن انتشار هذه القوة في الكيفية التنظيمية القديمة وهو انتشار هربي من 2004 أو قبل 2004، أو باش نجمعوا القوى الديمقراطية، يقعدوا أمناء الأحزاب يحطوا مع بعضهم، يبداوا بتوزيع المسؤوليات، توزيع الطموحات، وهذا مشروع. ولكن إذا كان بدينا بهذا راهو سيكون فشل. وجربناه وعرفناه. إعادة الشكل القديم هذا هي السذاجة. الله غالب راهو مش عندها الكفاءات الكل، وعندها الواحد ممكن انها تتفق في اشياء في بعض الاحيان تكون معناها فيها تنفيذ جمهوري وفيها واحد. هذا طبيعي، هذه هي الواحد. ولذا اذا كان ثم مشروع تجميع القوى الديمقراطيه يجب ان يتم من هيئه ليست معنيه لا بالانتخابات ولا بالمواقع ولا باي مصلحه معناها لاحقة بعد بناء هذا معناها التجمع هذايا أو تجميع القوى هذه. أما أني أنا موجود في لجان وعندي طموحاتي وعندي معناها برامجي وقاعد نخدم للتجميع هذايا، راهو معناها منام تحت راسي، حكاية فارغة، حكاية فارغة. راهو طبيعي، هذا شيء بشري وموجود فينا. راهو في بعض الأحيان أمور بسيطة ما نتلفتولهاش، اللي مستعد اليوم انه باش يدخل في هيئه كبيره ويقول هاو يا سيدي تنتهي مهام هالهيئه هذه وليست معنيه باي شيء، ربما تكون بدايه الخلاص. احنا نتذكر انا في المجلس التاسيسي وعيد انتخاب اشخاص، المفروض انه اللي عمل المجلس الدستور عمل المجلس يمشي على روحه، يمشي على روحه ما عمل الوقت. لو كان هذا من الاول ما كانوش يفصلوا الدستور على قياس، ما كانوش يفصلوا الدستور على قياس. اذا هذا هو انا اقتراحي فيما يتعلق. راهو كل معناها في اعتقادي، سامحوني اذا كاني معناها متحجر في النقطه هذه، راهو اذا كان ما فماش هذايا راهو ما فما حتى خلص. مع نقطه اخرى هو الانتشار القاعدي، مش الانتشار معناها هو انتشار القواعد في الجهات القيام بال، ما قلت عندهم كفاءات وعندنا ناس معناها، وهذه تجم تسير دوله وتسير، ما يجموش يسيروا اجتماعات في الجهات وفي المحليات وفي الكلام. لما هذه المركزيه واحنا معناها دفعنا عليها ما دفعنا. اذا راهو فما خيبه امل. راهو اليوم اذا كان يرجع أشخاص يحضروا في اجتماعات مش عندنا احنا برك، احنا نشوفهم الأحزاب الأخرى يقول نفس الشيء، راهو لأن فما شيء من معناها الأمل مربوطين به ربما عداوة، لأن أمامنا خصم شرس ويجب أن معناها نقول راهو خصم معناها سياسي لا إمكانية للتحالف معه. احنا نشوفوا البارح مصطفى بن جعفر تخلى معاهم في الترويكا من البارح، اش قاعد يقول؟ شنو هو نقعدوا نعاودوا كرر عاود اخ
ننساوه الماضي كله ننساوه، لكن هالماضي هذا نختزلوه ما نقعدوش نكرهوا فيه ونعملوا به في تسويق واحد وكذا، لا نختزلوه في موقف، نختزلوه في موقف ونطلعوا ونخدموا كما يقولوا نخدموا ساكتين، ما عندهمش اجتماعات في المقاهي كيف نحن، ما عندهمش. اليوم الكلام اللي تقال هنا الكل مش تلقاه في الشارع، تقولوا لي صحيح راهو احنا ما عندنا مخبيين واحنا ناس كذا، نقول لك صحيح، لكن فما اجتماعات وفما مواقف وفما واقف، راهي تعني الناس اللي معناها باش